عبد اللطيف بن حميد ملقب بالجوكر السن 22 سنة، مستوى الدراسي نيفو باك مع ديبلوم في التكوين المهني، شاف كوزيني تكنيسيان سبيسياليزي. كنت كنطيب في ليستي في الدرس ديالي، تخرجني ياسين نيرو قال لي اجي دير معايا واحد اللقطة. من درت مع هذيك اللقطة قال لي يا خويا انتي راه عندك هاد الموهبة هادي خصك تخرجها. قلت لي مرحبا. من تما بدات معاه المسيرة ديالي شي عام وصرف وانا مع ياسين. تا دازت المدة ودرت الشين ديالي بوحدي. من شفت لي فان تيقولوا لي دير لاشين ديالك، ديك الساعة درت لاشين ديالي بوحدي. بطبيعة الحال كنحس براسي فرحان بدوك الأدوار اللي كنعطي، حيت أنا كنحس براسي كنوصل الميساج ما كيقدروش يوصلوا بزاف ديال الناس. واخا أنا كنعكس العكس ديال الشخصية ديالي وكنعطي وجه خايب للعباد الله، غير هما يوصل لهم الميساج كما أنا بغيت، ما يبقاش فيه الحال يقولوا هذاك تيبان فيه شفار، هذاك تيبان فيه حكار، هذاك تيبان فيه كيبان فيه. المهم الفكرة راه وصلت للناس باللي راه الحكار شنو المصير ديالو، وباللي راه المجرم شنو المصير ديالو، فهمتي؟ داكشي علاش انا ملي كنكون كنصور تكون بحال تنفرغ داكشي اللي عندي وكنحس براسي كندير الخير. ما حدي انا كنوصل للناس بزاف ديال المعلومات اللي هما محتاجين يشوفوها، خصوصا الشباب ديال دابا. مقابل فري فاير، مقابل افلام قصيره. الا ما عطيناهمش حنايا شنو كيطرى في الواقع لهذوك اللي خايبين، راه هما غادي يتبعوا ديك الفيديوهات اللي دابا راك عارفهم انت كدايرين، معنفين بزاف، راه هما يخرجوا عنيفين. اللهم صيفط لهم ميساج واضح في الاخر شنو كيطرى لاي مجرم. لا صراحه هاد الادوار اللي كندير عمرهم ما داروا لي مشكل، بالعكس عاد مزيدو الناس بغاوني، الناس اللي واعي. راه عائلات كيتصلوا بيا من برا، امريكان، فرنسا، ايطاليا، من ما كان. تبارك الله نوريك الانستغرام ديالك اكثر من 1000 ميساج في النهار. خويا حنا راه ما كناش كنا مكتئب، تيقول لك حنا شي مكتئب، بلاد مكتئب تيبقى يتفرج فيك شي فرح شي فواج، تيقول لك خويا كتورينا شي حوايج اللي حنايا ما كن اللي حنا كنبغيو نشوفوها وما كنقدروش، بلادهم تيخاف، فهمتي؟ تنوريهم شي حوايج اللي كيطراو. تقدر تعطي الدري صغير درس من داكشي اللي كدير نتايا. لا راه ما خصنيش نولي شفار، حيت الشفار شنو طرا لي في داك الفيلم ديال الجوكر. ما خصنيش نبيع داكشي المخدرات، حيت اللي كيبيع مخدرات شنو شي طرا لي عند الجوكر، فهمتي؟ داكشي علاش انا فرحان. والناس اللي واعيين راه ناس كبار في السن بزاف، ناس صغار في السن، ناس متوسطين كيجيو يتصوروا معاك. راه واش غنكون نادم؟ ما نكونش نادم بطبيعه الحال، هذا فخر ليا وفخر للدراري معايا في الجروب وفخر لعائلتي. الطموح ديال الجوكر العائله ديالو تزيد تكبر، وكاي يوتيوبرز يوصل لمليون ابوني، وكاي انسان من دور الانسانيه يعالج مواضيع اللي كتكون في المجتمع. الناس يفهموا شنو كاين والحقره اللي كتدور مع الدراري في الدرب والحكار شنو طرا عليه. هادشي كامل باش يوصل للجينيراسيون الصغيره والجينيراسيون اللي يلاه اللي في ديالنا حنايا، والكبار كنحاولوا نوصلوا لهم الشارع شنو فيه بصوره زوينه، وكله كيتقبل ديك الصوره. شنو نقول في الافلام القصيره؟ انا غنحاول نبعد من هادشي ديال الزنقه، حتى جاو شي ناس شوهوه من الاخر، جاو شي ناس عطاو واحد الصوره اللي هي ما فيها حتى فائده. كيجي كيضرب بنادم، علاش ضرب داك بنادم؟ ما عرفناش حنا، بغينا نعرفو. انا كيعجبني نتفرج في شي واحد حكار وكيف الاخره ديالو خصو يسالي بشي حاجه غطرى ليه باش ما يبقاش حكار. واش انا حكار كنتحدى على عباد الله وكنسالي فرحان؟ راه ما يمكنش راه اي دري صغير غيشوفني انا حكار كنتعدى وغنسالي فرحان، راه هو يولي حكار باش حتى هو يفرح. ولكن الا شافك انت حكار وشفار وكتجي السلطات كتاخذ المجرى ديالها وكتعذبك نتايا، اللي راه ما يحاولش انا نفكر يولي شفار ولا يولي مجرم، بالعكس راه غيتابع يقول لا شنو طرا. اللهم اش نقول انا غنتحاول نتفادى، ما غنتحاول ماشي بشكل كبير، غنبقى في هذا الشيل ديالي وغنحاول نعطيه بصوره احسن ان شاء الله بزاف. عبد الجليل اسيرو انا كمتفرج ماشي ما تعجبنيش، نشوف عادي نتفرج، ولكن كان داكشي اللي كيدير شي عاود يديرو كل مره عصابات كذا، حنا بغينا نشوفو شي حاجه احسن. حتى انا كما كنعطي تنعطي افلام كل مره كنحاول نبدل السيل ديالي باش بنادم ما يملش. انا كنهضر معاه مؤخرا عادي حبيا، هضرت معاه بطريقه جات بارازار، مي كلشي فيه خير. حسن غونزاليز هو من شنقول تبع واحد السيل اللي زواول شويه، المهم مع عايش مع الزوجه ديالو بخير، فلوغات كذا داكشي زوين، عنده الناس متفرجين ديالو. ما نهضرش لي على الافلام القصيره حيت كيديروا مره فلوغات، راه كاين الناس اللي كيشبعوه والله يسهل عليه. بون كواج ولد الشرقي شنقول لك
لي فان اللي طلعوا بواحد الصوره فائقه اللي عجبهم دوك المحتوى ولا شي يدير بيبليك ما بقاش باغي يشوف ميساجات اللي هما طوال بيبليك بغى يشوف الشارع عطاهم هو الشارع والشرقي جاب صيفط الشارع مثل لهم الشارع كما هو ما زاد ما نقص وبون كوراج صلاح تفرج فيها انا قبل ما نكون كندير انا افلام قصيره باش ما نكذبوش على الله وكود مدينتي غادي نحفزو ونقول ليه بون كوراج وداكشي ديالك زوين ما نقدرش نطيح واحد ولد مدينتي وانايا ولد سلا ولد سلا واخا ما بيني وبينو حتى شي علاقه وكنقول ليه بون كوراج من المنبر من كات 36 اما نقول زيلا اما نقول زيلا كتبقى بحال الاخت ديالنا وراه بداش معانا وكنتمنى لها مسيره موفقه وكنتمنى تبقى في السيل ديالها اللي هي شافوها الناس وبغاوها به امين فيلالي تفرجت لبعض بعض الافلام ماشي بزاف ولكن بعض الافلام عنده تصوير زوين افكار زوينين حتى هو كيعالج مواضيع اللي زوينه واللي كتدور في الشعب و تنقول لي شباب بون كوراج من هذا المنبر انا الزريقه راه بحال كنهضر على راسي راه انا وانا الزريقه وياسين وفاتي راه عادي داكشي راه هضرت عليه راه اللي ما هضرش على راسي راه هضرت على انا الزريق راه باين كلشي ياسين نيرو ما عنديش معاه ياسين نيرو ما حتاش نهضر عليه حيت راه هو اللي دخلني لهذا المجال ضروري غيبان لي في عيني راه هو اللي كاين ماشي هذا ماشي صباغه ولكن راه ماشي مجامله ولا وكان راه هو اللي مدخلني لهذا المجال هذا يعني انا فيما كنبغي ندير شي حاجه راه كنتشاور معاه هو الاول وما كان ما كنصور شي حاجه وما كندير راه نتشاور معاه حتى كيكون راضي عليها شي حاجه كنكون باغي نديرها انا تقول لي لا راه ما بلانش ما تنديرهاش اش نقول لك انا كاع ما كندير في الناس اللي كيديروا العراقيل ودوك الكومونتيرات السلبيين كاع ما كنامن بهم انا نهائيا وكنامن بهم بواحد الناحيه ما حد الناس سي تيوقفوا في طريقك ما حدك راك غادي مزيان وما حدك غادي في واحد الطريق اللي زوينه وما هما ما حملوكش وحاولوا يديروا لك عراقيل واش نقول لهم الله يهديهم والله يغفر لهم والله يصلحهم والله يديهم حتى هما في الطريق الزوينه والناس اللي تدعموني راه باينين ومحسوبين على رؤوس الاصابع وكنشكرهم من هذا المنبر هذا وكنقول لهم من عند الجوكر شكرا بزاف منهم والديا منهم صحابي منهم خوتي منهم الاصدقاء ديالي واش نقول لك تنتمنى للجميع مسيره موفقه كما كنتمناها لراسي ككلمة أخيرة بغيت نقول هو أن الجوكر ماشي إنسان شفار وماشي إنسان حكار الجوكر هو دري تلميذ من الدراسة خرجنا خدمنا ولاد الناس مي أنا بغيت نوصل الميساجات لبزاف ديال الناس ما حد أنا كندير بزاف الأدوار اللي هما خايبين ولكن كنتقنهم أنا ما قاري في مدرسة ديال التمثيل ما قاري في معهد ما قاري في والو ربي عطانا هاد الموهبة كنحاول نحطها لكم باش نوصل ميساجات للدراري الصغار حيت هما هي الجينيراسيون اللي غتطلع حيت راه حنا اللي ما وصلناش لهم هاد الميساج كله اللي وصلنا لهم انا كنضحي براسي كندير الشفار ولكن داك الشفار راك ما عارف شنو غيطرى عليه المهم بغيت نشكر بزاف والديا اللي هما مدعميني وبغيت نقول لكم دابا والديا كون كانوا شايفين فيا انا شي حاجه خايبه ما يقولوش ليا راه يقولوا لي ولدي راك دير هادشي خايب ما خصكش تبقى ديره وكان والدي عاجبهم هادشي اللي كنديرو فرحانين ومن اول وحدين كتفرجوا في الفيلم قبل ما يتلاه هو ولدي مزيان وكدا وكيفرحوا داكشي علاش انا كنتشجع وكندير بزاف ديال المواضيع اللي ما يقدرش يديرهم اي واحد وش نقول لكم شكرا بزاف بزاف وشكرا لصحابي وشكرا للقناه 436 وبغيت نشكر رجال الامن ورجال السلطه وبغيت نعطي نصيحه للدراري الصغار الدراري الصغار هما اللي كيتبعوا بزاف هادشي ديال الافلام القصيره بغيت نقول لكم ماشي اي حاجه شفتوها اي حاجه ديروها راه شوفوا شنو كاين دائما تفرجوا مع والديكم الحاجه الخايبه ديما ايفيتيو ديما حيدوه ما تفرجوش في داكشي اللي خايب ما تفرجوش في الاجرام ما تفرجوش في بزاف د الحوايج وهذه هي الكلمه ديالي الاخيره وكنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي